الإسرائيليين بيقولوا إنهم حماس يعني لم تعد تسيطر على قطاع غزة وفقدت السيطرة. طيب يا أخي غريب، طيب فقدت السيطرة كيف؟ طيب اللي فاقد السيطرة بتصدى للدبابات وبدمرها وبيأخذ طاقمها أسرى، يعني شيء غريب. طيب من وين؟ واللي فاقد السيطرة بيضرب اليوم صواريخ على تل أبيب وبولع بحرقها وبتطلع النيران وشفنا كلنا، وانتوا أكيد شفتوا الصور يعني وبالعافية الصور هاي سربوها، نيران حرائق في تل أبيب وحرائق في عسقلة. طيب اللي فاقد السيطرة، طيب إذا أنتم يعني معنى أنه تكون المقاومة فاقدة السيطرة، يعني هذا يعني أنه أنتوا سيطرتوا. طيب إذا أنتوا سيطرتوا والله يا أخي ورونا واحد من حماس مستسلم، طب مفروض تلقوا القبض عليهم. ما شفناش هاي الصور ولا شفنا واحد من حماس ولا الجهاد ولا كتائب المقاومة رافع علم أبيض ورافع إيديه، ما شفنا هذا الكلام على الإطلاق. يعني طب كمان بعد 40 يوم، 40 يوم مش قادرين تسيطروا على مستشفى الشفا. شو ايش هالدولة هاي اللي حاطة براسها براس اللي هو مستشفى، مستشفى مش يعني والله ثكنة عسكرية، مش والله قاعدة جوية، حاطة راسها براس مستشفى الشفا، بدها تسيطر على مستشفى الشفا ومش طالع بايدها تسيطر عليه. يعني امر غريب، غريب جدا حقيقة. والآن قاعدين تحكوا عن أنه والله إحنا يعني حققنا أهدافنا. وين حققتم أهدافكم؟ أنتم رحتوا وأرسلتوا دباباتكم على قطاع غزة ومسيراتكم والF-15 والF-16 والF-35 عشان إيش؟ أنه بدكم تقضوا على المقاومة، على حماس، على كتائب القسام. مش هيك قلتوا انه احنا رايحين لهدفين؟ الهدف الاول هو اعادة جميع الاسرى كلهم، 250 واحد لازم يرجعوا قبل ما يصير اي وقف لاطلاق النار. وبعدين يعني بعد ما نرجع بدنا ندمر اللي هي كتائب القسام. طب ايش عملتم؟ ايش حققتم؟ 40 يوم صار، الامريكان اعطوكوا 40 يوم، الاوروبيين اعطوكوا 40 يوم، يلا خلصوا المهمه بسرعه وريحونا، وبعدين احنا بنبحث في القضايا الاخرى. ما نجحتم وفشلتم فشل ذريع جدا. يعني اليوم انا والله شفت صوره دبابه محترقه ومركبه ومولعه والنار فيها والشباب على ظهرها، يعني طالع لسه اليوم يعني تاريخها اليوم، ومطلعين الطاقم منها واخذوهم اسرى. طب هذولا مش مسيطرين؟ طب اذا مش هاي سيطره على القطاع، مين اللي مسيطر على القطاع؟ فيعني عمليه يعني حقيقه بتفضح كل اللي هي مؤامراتهم واعلامهم المضلل كليا. فاليوم كتائب القسام حكت بالحرف انه احنا اجهزنا على دبابتين وكمان قتلنا جنديين واصبنا العديد من الجنود الاسرائيليين. فهذه المسألة. الامر الثاني اللي بدي احكي عنه في مناسبة الاربعين كمان، انه الامريكان بعتوا رسالة للمقاومة، رسالة لحماس ورسالة أيضا لحزب الله في الشمال. يا أخي إحنا في عنا قوات، 2000 جندي اللي بعتناهم هذولا يعني الهدف منه الحماية والسيطرة على مفاعلين نوويين. يعني بمعنى أنه إحنا لا مش هنتدخل على الإطلاق في هاي الحرب. كذابين متدخلين، وفي جنود أمريكان أصيبوا في قطاع غزة وبعضهم قتل، حتى في كمان معلومات بس غير مؤكدة بأنه جنرال كبير أمريكي قتل في قطاع غزة. فهذه لكن قصة أنهم يسيطروا على مفاعلين نوويين ربما يعني أنا لا أستبعدها لسبب بسيط، لأنه طبعا في ديمونا واحد ثاني اسمه تبن أو حاجة زي هيك، فهاي المفاعلين ربما أنه خايفين أنه إسرائيل في حالة يأس تستخدم هاي الرؤوس النووية أو تستخدم هاي المفاعلات النووية. يعني هذا مش غريب عليهم، هذولا خسروا الحرب وخسروها كليا، فيلجأوا هددوا الإسرائيليين يعني سموتريتش وبن غفير وتلاميذهم هددوا أنه استخدموا القنابل النووية واضربوا
قطاع غزة ومسحوها من الوجود. يعني مش مستغرب، يعني مش غريبة عليهم على الإطلاق. هذول ناس فاقدين العقل خلص، مشروعهم اندمر. هذول ناس الآن انفضحوا. ليش ابتزوا العالم كله؟ دائما كانوا يلعبوا دور الضحية، انه احنا ضحايا، انه احنا مستهدفين كيهود، الحقونا. للأسف هذا العالم الغربي المنافق الكاذب صدقوه واعطوهم الأسلحة النووية والمفاعلات النووية والطائرات والأموال والمساعدات وكل شيء. لكن الآن الصورة بتختلف، الآن العالم كله بيشوف انه هم اللي بيرتكبوا المجازر، هم اللي بيرتكبوا الحرب الإبادة، هم اللي بيرتكبوا جرائم التطهير العرقي، هم اللي بيرموا الأطفال الخدج من حاضناتهم، بيرموهم وبموتوهم، بيقطعوا المية، بيقطعوا الكهرباء. يعني شيء غير عادي. فانفضحت هاي القصة، فهم في حالة يأس الآن. الأمر الآخر اللي هو الآن توسع الحرب، الحرب بدأت تتوسع على عدة جبهات. نبدأ بجنوب لبنان. يعني جنوب لبنان الآن في حالة يعني توسع، وفي قصف بالطائرات المسيرة الانتحارية وبالصواريخ. والآن في وحدة ساحات ووحدة تعاون بين كتائب القسام وبين اللي هو سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد وبين حزب الله. الآن الشمال الفلسطيني في حالة نزوح، اللي ما نزحش قاعد في الملجأ. حالتهم بالويل، 250-300 ألف نزحوا من الشمال كليا. وطبعا واللي في الجنوب، كل مستوطنات الجنوب فارغة كليا. فهذا توسع. الأمر الثاني اللي بدي أتوقف عنده أبو يمن. يعني أبو يمن عامل المعجزات حقيقة، وأنا بحب اليمنيين، يعني أنتم بتعرفوا هذا الكلام، يعني بيقدرش الواحد ينكر هذا القصة، لأنهم رجال وشجعان حقيقة. يعني السيد عبد الملك الحوثي أعلن اليوم، أعلن إنه إحنا أطلقنا مسيرات وصواريخ باليستية ومجنحة على إيلات وعلى أهداف في النقب الفلسطيني المحتل. لا، والأكثر من هيك، قال إنه إحنا الآن ما قاعدين بنتصيد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، وإحنا حنطاردها وحندمرها، وإحنا حنلحقها كمان على باب المندب اللي هو مضيق باب المندب، ومش مستغرب كمان إنه يصير إغلاق لمضيق باب المندب. خلاص تصير حرب شاملة، ولا سفن أمريكية ولا سفن إسرائيلية ولا سفن أوروبية ولا شيء. يعني هذا كان يعني بتكوش تخفضوا إنتاج النفط، بتكوش تمنعوا النفط، بتكوش توقفوا الغاز، احنا بدنا نسكر مضيق باب المندب وخلي 80% من التجارة الإسرائيلية اللي بتمر من باب المندب. يعني شوفوا كديش بده يكون الخسارة، ومش بس باب المندب، كمان بحر العرب. فهذا توسيع لله. الأمر الثالث على صعيد التوسيع، القواعد الأمريكية الآن في سوريا وفي العراق بتشتعل. الهجمات زادت بشكل غير عادي، حتى الآن أكثر من 100 جريح أمريكي، والعدد بيزيد، وفي تكتم على الضحايا، سواء في دولة الاحتلال أو حتى في القواعد الأمريكية. بيكذبوا، ما بيحكوش الصحيح. احنا شفنا كيف عين الأسد لما جرى قصفها، بعد حوالي سنتين لما عرفنا انه في اكثر من 200 أمريكي أصيبوا في القصف اللي هو كان ردا على استشهاد اللي هو قاسم سليماني. فالمسألة الآن بتتوسع، وهذا التوسع مش لمصلحة أبدا لا أمريكا ولا إسرائيل ولا عملائهم في المنطقة. مش بديش أقول حلفائهم، لا، عملائهم في المنطقة. فالأمور بتتطور، هذه غزة حتغير المنطقة كلها. يعني الشباب حقيقة يعني بيعملوا مجهود كبير جدا. صحيح استشهدوا كثير، صحيح في 12,000، في 14,000، صحيح في جرحى، لكن هذا كلما كبرت الشهادة كلما كبر مفعولها. إيش بدنا نعمل؟ يعني إحنا قلنا، يعني إحنا في الشعب الفلسطيني بدافع عن حقه، بدافع عن أرضه، بدافع عن تقرير مصيره، فيعني أكيد بده يصير في تضحيات. الآن الأمر الآخر اللي هو بدأت المفاوضات.
بدأت المفاوضات يعني من خلال الوسطاء للإفراج عن الأسرى. حركة حماس عرضت اللي هو حوالي 70 أسير يعني نساء وأطفال. إسرائيل بتقول بدي 100، بس المقابل إيش بده يكون؟ وقف إطلاق النار لخمس سنوات، آسف لخمس أيام. يعني أول ما توافق إسرائيل على هدنة أو على وقف إطلاق النار هذا إعلان هزيمة، هذا أبدا. يعني كل اللي عملوه والجعجعة بتاعتهم طلعت فشوش، وحيفرجوا عن الأسرة. وطبعا في مقابلة حيصير إفراج عن الأسرة، سيدات ونشميات في سجون الاحتلال، يعني مش حيكون بس اللي هو الأسرة اللي هو يعني هدنا خمس أيام. والهدن عادة إذا بدت خمس أيام بتتجدد لعشر أيام، وبعدين العشر أيام بصيروا 20 يوم زي ما شفتوا، والعشرين يوم بصيروا شهرين، والشهرين سنة، وهكذا بتكون إسرائيل انهزمت هزيمة ساحقة، وبيكون نتنياهو صف في السجن حقيقة. يعني اللي بده من حبايبي يروح يزوره وياخذ له شوية حلاوة يحضر حاله من الآن. فالأمور بتتطور، فهاي المفاوضات والأسرة هذا يعني إعلان أو إشهار للهزيمة. سوليفان اللي هو مستشار الأمن القومي الأمريكي بيقول لا، إحنا بدناش هدن ساعات إنسانية، لا إحنا بدنا هدن لأيام. طب من وين اجت هذه اللهجة؟ اجت هذه اللهجة لانهم انهزموا حقيقة. انا بدي في ختام هذا الفيديو بدي اوجه التحية لأشقائنا الأطباء في الشفا وفي الأندونيسي وفي القدس وفي كل المستشفيات، اللي قاعدين بيعملوا عمليات بالضوء تاع الموبايل، اللي بيعملوا عمليات من غير بنج، اللي بيديروا بناموش ليل نهار شغالين مع أهلنا ومع الجرحى. والله تحية لكل طبيب، وتحية لكل ممرض، وتحية لكل إنسان بقف مع شعبنا وبيعالجوا وبيغيروا. احنا في حقيقة التكافل وهذا الاحتضان الحاضنة لبعض هي اجمل شيء بتصير، سواء في توسع الجبهات او في الداخل.